خلي بالك إنه يسوع المسيح بيتكلم في هذا السياق عن النقد الهادم، النقد المدمر، عندما قال لا تدينوا لكي لا تدانوا، وبيتكلم عن النقد الخادع، إنه شخص مخدوع في بعينه خشب كبير وعم بشوف قذف في عين الأخوه، بقول له يا مرائي أخرج الخشبة أولا. لكن هنا أحبائي بيتكلم عن نوع نقد مهم كتير، مش انتقاد لكن نقد حكيم أو نقد مميز للأمور. فهون بكلمات بسيطة يقول لا تقدموا الأمور أو الأشياء الغالية الثمن الثمينة جدا لمن لا يميزها ولمن لا يستحقها ولا حتى بقدرها، وبتعطيها بالعكس حتى بيستهزئ فيك وعم بيقاوم فيك وعم بيحتقرك وعم بيسخر منك. فالخنازير لا تميز ولا تعرف قيمة اللآلئ، والكلاب طبعا تنهش وبتعض الإيد اللي بتحاول تطعميها الأكل، وطبعا بتهجم. وأنا عندي قصص كتير مع الكلاب، أكثر من 8 مرات اتعضيت من الكلاب، فبعرف شو هي الكلاب المتوحشة. بهمهاش شو عم تعطيها، بتهجم بتأذي لمن يقدم لها اللحم. ثم أحبائي في ناس بتصل إلى وضع بتحاول تصلح فيها لكن لا تريد الإصلاح.